يا مرحبا بك كل عام، يا مرحبا شهر الصيام، يا ليت يا شهر الهدى لو تستمر على الدوام وتكون شهرا كل شهر ليس شهرا كل عام. في كتابها بنات النبي عليه الصلاة والسلام تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ: لم تكن زينب الكبرى بنت محمد وخديجة قد جاوزت العاشرة من عمرها حين رنت إليها عيون الهاشميين وتنافست بيوت مكة على الظفر بها عروسا لمن يختاره لها أبواها من كرام القرشيين، ولكن واحدا منهم لم يكن له من الأمل في الزواج من زينب مثل ما لابن خالتها أبي العاص بن الربيع أحد رجال مكة المعدودين شرفا ومالا، فقد أتيحت له فرصة لم تتح لسواه، إذ كانت خالته السيدة خديجة تنزله منزلة الابن، فتهيأ له أن يعشى بيت محمد كلما أراد، فيجد من الترحاب البالغ والود الصادق ما يطمعه في أن يكون الزوج المختار لزينب تلك التي خفق لها قلبه منذ حداثتها الباكرة. وكان مكانها في بيت أبيها كبرى بنات أربع قد أسرع بها النضج قبل الأوان بما ألقي عليها من عبء المشاركة في حضانة أخواتها مع الأم الطيبة التي كانت حين ذاك قد جاوزت الخمسين. وكان أبو العاص يراها كلما ألم ببيت خالته فيؤخذ ببهاء مرآها وذكاء ملامحها ولطف طباعها، لكن مشاغله الجسام كانت تمسكه أحيانا عن الإلمام ببيت خالته، وبخاصة في المواسم الكبرى حين تزدحم مكة بأفواج الساعين إليها من الحجيج والتجار، كما كانت رحلاته التجارية المتصلة إلى الشمال وإلى الجنوب تحبسه عن أم القرى فترات قد تبلغ الشهور. أحسن الأب محمد لقاء أبي العاص كما اعتاد دائما أن يفعل، وأصغى بملء سمعه إليه وهو يعرب له عن رغبته في الزواج من زينب، ثم كان جوابه أنه نعم الصهر الكفء لكنه مع ذلك يرجو أن يمهله ريثما يعلن هذه الرغبة إلى ابنته، فإنها صاحبة الكلمة الأولى في أمر جليل كهذا يعنيها أكثر مما يعني أي فرد سواها. ومن إفرازات أو النتائج التي ترتبت على غزوة بدر الكبرى قصة هجرة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكانت زينب زوجا لابن خالتها العاص ابن الربيع، وأسر العاص في من أسر في أسرى بدر، وأرسلت قريش تفدي أسراها، وأرسلت زينب بعض المال تفتدي به زوجها وابن خالتها، وكان في ذلك المال قلادة لزينب كانت لأمها السيدة خديجة رضي الله عنها أهدتها إياها عندما زفتها على زوجها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك القلادة تذكر خديجة وكان وفيا لها غاية الوفاء، فقال للصحابة: إن رأيتم أن تردوا عليها قلادتها وتفكوا لها أسيرها فافعلوا، فقالوا: نفعل يا رسول الله، وأطلقوا العاص ابن الربيع وعاد إلى مكة. ويقال أنه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يرسل له زينب عندما يعود، وفعلا جهزها وأرسلها مع أخيه. ولكن المشركين علموا بذلك، ولما كانت غزوة بدر لما تزل أصداؤها وأحزانها وآلامها في نفوسهم، فعز عليهم أن تخرج زينب نهارا جهارا وهم ساكتون، فحاولوا منعها، بل إن أحدهم وهو هبار بن الأسود أفزعها وروعها ويقال أجهضها وهي حامل. فتدخل أبو سفيان بن حرب في الأمر ولام أخا العاص لأنه أخرجها بالنهار، واعتبرت قريش أن هذا ذا تحديا لها، فقال له ارجع بها حتى تهدأ العيون ويهدأ الناس، ثم اذهب بها إلى أبيها فلا حاجة لنا بها. وفعلا بعد أيام وعندما هدأت النفوس ونامت عنها العيون ذهبوا بها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة ليحضرها إليه في المدينة، وظلت عند رسول الله إلى أن كان العاص بن الربيع في رحلة تجارية، فاستولت على تجارته سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ المال واستطاع هو الإفلات منهم، وتسلل ودخل إلى زينب، إلى زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمنته. وفي صلاة الصبح قامت من بين النساء وقالت أيها المسلمون إني أجرت العاص ابن الربيع. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إلى المسلمين وقال هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا سمعنا يا رسول الله. فقال والله ما سمعت ولا علمت إلا حين سمعتم وعلمتم. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق يريد أن يمحو أي أثر للشك من أصحابه، خوف أن يظن أن هناك اتفاقا بينه وبين زينب على تأمين العاص، ولكن الصحابة كانوا يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الشك وفوق الريب. وذهب النبي إلى زينب وقال لها أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم، فإن رأيتم أن تردوا عليه ماله فافعلوا. وفعلا ردوا عليه المال وذهب إلى مكة وأدى الأمانات إلى أصحابها، فلما أداها إليهم قال يا أهل مكة هل لأحد منكم عندي مال؟ قالوا لا، لقد أديت وبررت. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والله ما منعني من الإيمان به عنده إلا أن تظنوا بي أني قد صنعت ذلك لأستولي على أموالكم. وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العاص من أخلص الناس وأمنهم وأكثرهم أمانة في مكة، لدرجة أنه لما أزمع العودة إلى مكة من المدينة قال له بعض الناس إن هذه أموال المشركين فلا بأس أن تأخذها وتستولي عليها وتعلن إسلامك وأنت هنا. فقال قولة خالدة بئس ما أصنع أن أبدأ بإسلامي أن أخون أمانتي. لقد كان مولد السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسما في التاريخ ورحمة بالإناث، فلأول مرة في جزيرة العرب أب يفرح بمولودة أنثى وهي أول مولودة له، مع أن العرب كانوا يكرهون البنات ويئدهن، كما قال ربنا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. من المواقف الجليلة في حياة السيدة زينب أنه حدث توافق بينها وبين زوجها أبي العاص، هو أكرمها مرتين فردت الجميل بالجميل، كان لها نعم الزوج وكانت له نعم الزوجة. أما هذه اليد من جانب أبي العاص أنه لما أرادت قريش أن تطلق بنات النبي صلى الله عليه وسلم فيطلق عتبة رقية
ويطلق عتيبة أم كلثوم ويطلق أبو العاص بن الربيع زينب. طلق عتبة زوجته وطلق عتيبة زوجته، ولكن أبا العاص أبى وقال لا أعدل بزينب كل نساء قريش، والله ما رأيت منها إلا خيرا. هذا الموقف لم تنسه له زينب ولم ينسه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني عندما جاء النبي بدعوته، لم يدخل أبو العاص بن الربيع في الإسلام، ولكنه أذن لزوجته أن تدخل في هذا الدين وأن تمارس عبادتها، وكان يشجعها أن تشهد مجالس أبيها وأن تحفظ القرآن وأن تؤدي ما عليها. هنا ردت السيدة زينب الجميل مرتين أيضا. المرة الأولى عندما وقعت معركة بدر وأسر فيها 70 من قريش، كان ضمن الأسرى أبو العاص بن الربيع، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة بالأسرى على أن يدفعوا الفدية، وإذا بزينب تسارع فتقدم أعظم فدية. عندما رآها النبي عليه الصلاة والسلام بكى، إنها قلادة من الجواهر الكريمة أهدتها لها أمها السيدة خديجة يوم عرسها، فرأت أن أعظم فداء هو ذلك لما رآها النبي بكى. الموقف الثاني عندما خرج أبو العاص بن الربيع في قافلة، وإذا بسرية من سرايا المسلمين تقتحم عليه هذه القافلة وتقبض على من فيها، ولكنه استطاع أن يفلت ودخل المدينة إلى بيت زوجته السيدة زينب واستجار بها فأجرته. ثم خرجت في صلاة الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ لإمامة المسلمين، وصاحت إني أجرت أبا العاص بن الربيع، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد كانت له مفاجأة، أراد أن ينفي عن نفسه الشبهة، فقال أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟ والله ما سمعت ذلك من قبل، وإن المسلمين يجير عليهم أبناءهم. ثم قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تستعيدوا أمواله فافعلوا. فأعادوا إلى أبي العاص بن الربيع ماله وجمع القافلة، ثم عاد إلى قريش فسلمها، ثم قال يا معشر قريش هل بقي لأحدكم مال عندي؟ قالوا لا، فجزاك الله عنا خيرا، كنت أمينا وفيا. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكان من الممكن أن يسلم في المدينة وأن يترك القافلة المسلمين ينعمون بها، وهذا مباح، ولكنها الأمانة، رأى ألا يقول الناس إن أبا العاص بن الربيع أكل أموال التجار وأكل الأمانة. أيضا من المواقف في سيرة السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، عندما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام أبا العاص بقافلته قال له آتي بزينب، ثم أرسل زيد بن حارثة لكي يتسلمها، وأوصى أبو العاص بن الربيع كنانة أخاه أن يأخذ زينب حيث سلمها إلى زيد بن حارثة، ولكن كنانة أخطأ إذ خرج بالسيدة زينب نهارا جهارا فرأتها هند بنت عتبة فأثارت قريش فهاجت وماجت، وإذا بهبار ابن الأسود يضرب بعيرها بالسيف ويسقطها، فسقطت على صخرة وشج رأسها وسال الدم، وما زالت هذه العلة تلازمها حتى ماتت. وجاء أبو سفيان بن حرب وكان يريد أن يلطف الجو، فقال يا كنانة لقد أخطأت، أخطأت إذ خرجت بهذه المرأة نهارا كأنك تريد أن تعلم أننا ضعفاء، وكان أولى بك أن تصبر حتى تهدأ الأصوات وحتى يقال إننا رددنا بنت محمد، ثم تستلها ليلا سرا، فوالله ليس لنا بحاجة في حبسها، وإننا نريد أن تذهب إلى أبيها. كانت هذه اللمحة من أبي سفيان دليلا على رجاحة عقله، ويرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أكرم ابنته السيدة رملة بنت أبي سفيان المعروفة بأم حبيبة، عندما هاجرت مع عبيد الله بن جحش إلى الحبشة وتنصر هناك
وتركها ثم طلقها، فكانت ضائعة في هذا البلد الغريب. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أرسل إلى النجاشي يخطبها، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عوضا لها عن زوجها وفي هذا الموقف. وقال أبو سفيان: والله لم أنساها لمحمد أبدا. هذه اللمحات كانت مقدمة بعد ذلك لإسلام أبي سفيان بن حرب سيد مكة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ذكريات رمضانية، بعض صفحات مطوية أشرقت نورا وضياء في حكايات مروية.